البطولة ورجولة منكم النتائج الجيدة اللي وصلتوا لها ونجاحكم في التدريب يعتبر إعداد جيد لمواجهة الإرهاب وأعمال العنف في الداخل والخارج. والله يرعاكم، والله هو أكبر، والعزة لمصر. صباح الخير يا أنور، الفطار هيكون جاهز بعد ربع ساعة. صباح النور يا جيجي، ما تنسيش النهاردة عندنا عزومة على الغداء وأنا عايزك تكوني أحلى ست موجودة. بس أنا تعبانة أوي النهاردة يا أنور. لا ده أنا عازم صفوت على الغداء ولازم تكوني موجودة. صفوت ده راجل قليل الأدب. قليل الأدب نرضيه؟ وبعدين عشان نمضي العقد والصفقة تتم يبقى لازم نضحي. أنا تعبت، قرفت من الحياة دي يا أنور. لا بقى كده أزعل منك أوي، أنت عارفاني أما أكون عايز حاجة تتم تبقى لازم تتم. ده راجل بيعكسني وتقعد جنبه. ده بيجاملك يا حبيبتي. وبعدين أنا مش عايز كلام في الموضوع ده تاني، مفهوم؟ مفهوم يا أنور. انت سايب بتشرب بطريقه وحشه هتخلي شكلنا وحش. لما تتجوز هتعرف انت الشوربه دي. يا ابني ما انا هتجوز. يا سلام عليك يا ابو حميد، يا سلام، مطعم يجنن. انتوا ناسيين المكان ده بالنسبه لي ايه يعني؟ يا عم يخرب بيتك فضحتنا. يا سلام يا سلام، هيبة مصر دي ام الدنيا. وبعد مصر يبقى في دنيا يا باشا. لا بس ايه رايكم في الغدا؟ هايله هايله، خصوصا بقى ايه شوربه الكوارع والفته مخلل وتوم. تهبل تهبل. المهم احنا دلوقتي انا موريش عن نفسي اي حاجه، ناويين تعملوا ايه بقى ان شاء الله؟ انا شخصيا يا حبيبي بصفتي راجل متزوج وبعد الغدوه دي بالذات لازم اروح. روح ايه؟ خليك معانا وهاكلك شويه فيتامينات. انما هم فيتامينات ايه يا حموده؟ هاكلك ذره وترمس. ترمس وذره؟ ترمس وذره؟ انت اللي تربي في وسط فراخ؟ ايه اللي ترمس وذره ده يا حموده؟ يا جماعه مفيش نقص خالص. خلاص يا جماعه الجديد بيطرد القديم. يا ايه لازم اقول لكم بقى؟ عاوز اكل يا ابني. احنا ماشيين مع تانك. تانك فعلا؟ قديم ايه وجديد ايه بس؟ بقول لكم ايه؟ انا هروح. ها؟ حد هروح معايا؟ لا مع السلامه انت. انا شخصيا مروح انا كمان. سلام عليكم بقى. طب اروح معاك انا. تروح معايا ازاي؟ بقول لك واكل فته وتو. يا اخي انا مروح بيتنا، هتيجي معايا تعمل ايه؟ خد معاك معاك الله. سلامة يا تانك. الله لا 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 يا راجل. تعالى يا حفين لواحظ. اسمعيني كويس، عايز جوه شويه تعالى بس. يا راجل ابنك جوه. تعالى بس، دي فركه كعب اثبت فيها الوجود، اعملي معروف. مش لما تتغدى الاول؟ اتغدى انا لما بشوفك لواحظ كأني كنت جعان وشبعت تعبت. نحن وانا عرفة. مين؟ ابني. يا سلام يا احمد، الغرابة حرزبت، انت بتطب عليا في اوقات مش مناسبة. اتفضل كل يلا قبل الاكل ما يبرد. الاكل اللي هيبرد برضه؟ الله ما تخف شوية عليا، ده انا ابوك شقيقك، ده انا عريس يا كابتن. كل معلم انا بتكسر. لا ولا كسوف ولا حاجة، لواحظ انت عارف ان انا وبابا اصحاب يعني. بقول لك ايه؟ ايه؟ النهارده انا سهران بره كده. طب ما تبات بالمره بقى في الاستاد، بكره في ماتش عشان تحجز لك مكان من بالليل. ما تيجي يا بنت. خد يا ابني الكتكوت ده، كتكوت كتير. ما تاخدي كتكوتك.
بس حلوه. حلوه. بس عليك يا زين، مش حبيت المقالب بتاعتك دي؟ قال يعني ما وحشهاش المقالب بتاعتي دي. ثلاث اشهر يا سحر، ثلاث اشهر وانت بعيد عني. وحشتيني، وحشتيني قوي 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 قوي. بحبك يا سيد، بحبك. وانا كمان موجود فيك. اسمعي، الاجازه دي بقى طويله حبتين، مش هسيبك ولا ثانيه، هتفضلي جنبي على طول. الفرح الخميس الجاي، قلت ايه يا عمي؟ يا ريت يا محمد. بس انا هتصرف يا صفاء يا بنتي، ربنا يسعدكم. في ايه؟ في حاجه حصلت انا ما اعرفهاش؟ في ايه يا صفاء؟ لا مفيش حاجه، ده انا بكتب. خد امر ازاله. ايه نصيب يا ابني. اخص عليك يا بابا، انا ما اقدرش اسيبك لوحدك في الظروف دي. محلول يا صفاء، انا هوصل اجيب شنطه الهدوم من البيت، تقعدوا معايا هنا لحد ما نشوف حل لمشكله البيت ده. امر يا ابني ما اكون حمل عليكم. معقوله يا عمي؟ ده انت بركتنا. مش كده يا صفاء؟ وحتى كمان عشان ما تجيلي ماموريه ما سيبش صفاء لوحدها. ده احنا كمان هنستغلك يا بابا. طب يا صفاء انا هسيبكم دلوقتي عشان عندي مشوار شغل مهم. على اذنكم. مع السلامه يا ابني، ربنا يوفقك. احمد. ايوه. ازيك يا حبيبي، وحشيني قوي. وحشتيني قوي يا جيجي. بكره هشوفك الساعه 12. ها؟ لا، في المكان اتفقنا عليه بتاع كل مره. هتوحشني قوي يا حبيبي. انا كمان نفسي اشوفك باسرع ما يمكن. معلش مش هقدر اتكلم معاك كتير. ها انت عارف الظروف. باي باي. محمد، محمد، محمد. قوم يا حبيبي يلا. محمد. صباح الخير، صباح الفل، صباح كل حاجه حلوه. يا حرام عليك يا صفاء، سبعة ونص معقول؟ ايه يعني؟ طب قول صباح الخير الاول. وتسيبيني انام شويه؟ لا مفيش نوم، انا ما صدقت انك في اجازه علشان تقعد معايا ونفطر سوا وننزل نلف على محلات الموبايل. هو لسه في محلات فتحت يا صفاء؟ يا حبيبي ما هو على ما نفطر ونشرب الشاي وكل المحلات فتحت. طيب روحي حضري الفطار يا حبيبتي. من عينيا. طيب حبيبتي قوي صفاء دي. انت يا جدع انت اللي نايم جوه. يبقى كنت سهران. انا بقى هصحيك. قوم بقى، قوم بقى. ايه ده؟ ايه ده؟ قوم يا وحش، تقول لي هصحى ما تصحاش خالص بقى. قوم. ده صحيانه تصحيها لي. ايوه. طب بقول لك ايه؟ لسه بدر على كده بعد ما نتجوز يا وحش. يا عمي ادي. طيب انا صابر اهو. ايه رايك؟ اه اعزمك النهارده على الغدا. انا موت في افكارك دي. عاوز حاجه؟ انا نازله. نازله رايحه فين بس؟ نازله رايحه فين؟ بقول لك ايه؟ ما تاخدي اجازه النهارده من المستشفى وخليكي جنبي. والعيانين. خلاص يا ستي اعتبريني عيان وخليكي جنبي بقى. بطل دلع يا سيد، باي باي. بطل دلع يا سيد، باي باي. يا رب. في حاجة حصلت؟ كله تمام يا باشا. بس ما تكلمناش في التليفون، إيه تعليمات سيادتك؟ امشوا أنتوا وأنا هحصلك، يلا. صباح الخير يا أنور. أهلاً جي، صح النوم. أنا ماشي، عايزة حاجة؟ انت هتتاخر بره؟ يمكن. طيب انا هروح لماما بقى زي ما قلت لك. ما فيش مانع، بس ما تتاخريش. حاضر. باي باي باي. فاكره كنا سعداء ازاي؟ كان حلم، كان نفسي يبقى حقيقه ويكمل. الظروف اقوى من الانسان. كنا بنعيش الوقت بحلاوته وبشقاوته. بس يا خسارة، الحلو ما بيكملش.
انت يا احمد بعدت عني وانا كان لازم اختار. كنا لسه صغيرين وبعد ما خلصت الثانويه العامه كنت محتار حاسس ان انا في دوامه، ولكن حققت اول امل ودخلت فعلا كليه الشرطه وخدتني دوامه الشغل لاني اختاروني في اصعب اداره في الشرطه. وانا اتجوزت انور الجوهري، كان راجل طيب وهادي، وفجاه يا احمد انقلب وحش، وحش غريب بياكل وهو شبعان اكتر من وهو جعان، وما عندوش منع يتساهل في اي شيء في سبيل انه ياخد كل غرضه، كل اللي هو عايزه، حتى لو كان الشيء ده انا. مش ممكن راجل حر يكون بالاخلاق دي ابدا. بيسميها مجاملة شغل، وقدر يكبر ثروته بكل طريقه مشروعه وغير مشروعه يا احمد. لا افهم دي بالتفصيل، يعني ايه قدر يكبر ثروته بطريقه مشروعه او غير مشروعه؟ اقول لك يا احمد،
احلف لي بسحرانك وعينيك سلامات وتعالى حضني وخدني واحلف لي بسحرانك وعينيك ما حتهجر تاني مكاني ولا تبعد ابدا ولا تنساني انك ما حتهجر تاني مكاني ولا تبعد ابدا ولا تنساني من بعد الفرقة خلاص راجعين الايد في الايد زي العاشقين من بعد الفرقة خلاص راجعين الايد في الايد زي العاشقين سلامات 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 كنت سايبنا ورايح فين نسأل على رمش عليك واللي في بلاد حواليك نحلم بالدنيا وبيك ونغني يا ليل يا عين نغني يا ليل يا عين بص على الصالة ناحية ناحية الواحد. بص بقول لحضرتك حاجة. أيوه. احنا عايزين نفتح الدور الارض ده كله على بعضه. كل الدور الارض كده من تحت يتفتح على بعض. بسيط. هنعمله عيادة خارجية. ان شاء الله كل اهل الحي هيساهموا فيه ويعني يبقى خير على الحي. اوكي. ماشي. ماشي ماشي. لا شكرا. بس هاي الحي. مع السلامة. الله يسلمك. ما تنساش معادنا. اوكي. ايه رأيك بقى يا حبيبتي؟ بحبك يا سيد والنبي. يلا بينا بقى نروح. عايز الكلمة دي منك بس ما تقدرش وحتشوفي هتشوفي عامل ايه مش لاقي الشباك رايح اتفضلي هذه الشباك وهنتحر انا واحد وانا اول مرة اعملها اتفضلي هنتحر يا بنت يا بنت حافظ بنت اهلك ده انت ايه ده انت حجر طب مش هنتحر ايه رايك بقى مش هنتحر انا واحد وهتجوز واحدة اصغر منك وهتديني مش انا اللي هديها مفيش حل تاني انا هنزل ضرب سعاده اجيب دولاب بلاكار وندهنه احنا ورق الحيطه نلزقه وعليا انا الستاير تبقى احلى ستاير ميرسي يا حبيبي ويبقى كده وفرنا كتير قوي ما هو لازم كل شاب يعمل اللي يقدر عليه بس لازم بالمحاوله نحاول عملتوا ايه في اذن الافراج بتاع الالات والمعدات لسه ليه التاخير ده بس ده معناه خساره كبيره جدا على الشركه يا اخي لازم يخلص انا ما احبش اللكاعه دي هنعمل كده من اولها خلاص مع السلامه
انا عايش شكر يا فندم. ما جاش النهارده يا فندم. افتكرت ده مش جاي تاني. طب اسمع يا ابراهيم يا فندم، عملوا الاعلان بتاع السكرتيره؟ ايوه يا باشا. كويس. عايز اقول لك حاجه، انت الراجل بتاعي هنا في الشركه، عايزك تصحصح قوي كل حاجه بتحصل. اي حاجه تحصل تنقلها لي اول باول. مفهوم؟ مفهوم يا باشا. اتفضل. كش ملك يا جميل. اخصى عليك يا سيد، كل مره تغلبني. هاي بكده بقى حلو يا جميل يا قمر، اكسب الرهان. هش الله يخرب بيتك يا قليل الذوق. وده وقته. ثانية واحدة. أحسن 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 أحسن، والله نوريك يا عيني. ألو، إيه يا أحمد؟ الدنيا اتهدت يا أخي. صدقي بالله أنا وحس، أنتِ أول واحدة ست في حياتي أحس معاها إن أنا ضعيف ورهيف مش شيخة وهايف وفقد الأعصاب. أيوة طبعا موضوع يستاهل وقت. صدقني يا سيد عشان خاطر الموضوع خاص جدا، وأنا هكلم محمد ونتقابل الساعة 8. مع السلامة. وبعدين يا معلم حياتي، صدقي بالله بحس قدامك ان انا عيل عندي 12 سنة. 12 سنة ايه؟ جرايه يا عم عرفة، يبقى انا لسه ما اتولدتش. بقول لك ايه؟ ايه؟ ارحم شبابك عشان انت ما انتش قد الندم. ايه الندم؟ بتخلينا ندم ليه؟ ايه الناقع عليا ده؟ انت بتقع عليا يا احمد ولا ايه؟ قوم خش جوه جايلك. الله، ايه العملية؟ ده انت دسيس يا بقى. الله، انت متسلط عليا يا احمد. الله، وانا خرجتك من كليه الشرطه عشان تراقبنا انا. الله، معقوله؟ ده حاجه ايه ده؟ سيدي كنت فين؟ انا ابدا، انا اصلي النهارده كنت عند ماما. في حاجه حصلت وانت بره؟ لا، حاجه زي ايه؟ متاكده؟ طبعا متاكده، مفيش حاجه حصلت. براحتك يا حبيبي، شوفي انا سبور قد ايه، مع اني متاكد انك انت مش طبيعيه. ابدا، اصل قمر يا حبيبي بقى الشوارع والزحمه والعربيه والكبيره. من غير اعذار ارجوكي، انا كل اللي يهمني انك تكوني مبسوطه. متشكره قوي يا انور. ايوه، عشان اشغالي واتفاقياتي تمشي. مفهوم؟ قصدي مش كده برضه؟ عندنا ضيوف تاني النهارده ولا ايه يا انور؟ الله، وبعدين انت هتخليني ازعل منك تاني، احنا مش اتفقنا؟ تعالي تعالي عشان ترتاحي شويه. عشان تقدري على سهرة الليلة. حاضر. تعالي تعالي. ايوه، كمل كلامك. عنده ملايين يا سيدي، وعنده عقارات، وعنده مكتب استيراد وتصدير. ايه المشكلة في كده؟ ما النوعية دي من الناس كترت جدا في الفترة دي، والمفروض علينا نكشفها. مش بالبساطة دي يا اخوانا، مش بالبساطة دي. الناس دول بالذات بيبقوا عاملين زي العنكبوت. على فكرة أنا جيجي أكدت لي كل سنوني، وعلى فكرة جيجي هتساعدنا مساعدة كبيرة جدا في كشفه. إذا كان علينا إحنا ممكن ناخد إذن ونبتدي نراقبه. وجيجي هتراقبه في البيت. فهمت قصدك يا أبو حميد. كده يبقى ضربنا عصفورين بحر. أول حاجة كشفنا الجوهري، تاني حاجة جيجي رجعت للحبيب الأولي. ودوت هزار يا محمد. اسمعوا يا جماعة، لازم ما نتسرعش، لازم ما نتسرعش. لاحظوا إن إحنا في وضع المسؤولية. ده لأننا في وضع المسؤولية، لازم أي انحراف نشوفه لازم نواجهه. خلي البلد تنضف بقى يا سيد. على فكرة أنا قلت لحمودة يستنانا بالليل على القهوة. أهلا أهلا بالبهوات، أهلا بالبهوات. منورين. قبل اي حاجه بقى تشربوا ايه؟ شاي منعنع بقى. شاي منعنع؟ يا ده فيل. يا محمود تعالى، يلا فيل يلا. اربعه شاي منعنعين وصايه للبهوات. ها بسرعه يلا. اكتبوا مع النوتة. عندك اربعه شاي وصلعه ومنعنعين. شاي فيل ده فيل. ويعني مهرها غالية قوي علينا كده. هنعمل لها ايه بقى؟ لا يا عم احنا برضه معلش الجو يعني. معلش يعني احنا منورين والله. ايه رايك ده؟ ضياع يا كباتن. الناس اللي فيها مكفيها، عاوزين ينسوا مشاكلهم وخلاص. ينسوا مشاكلهم؟
بلعب الطاوله والكوتشين هينسوا مشاكلهم. وينسوها ليه يا اخي؟ ما يحلوها احسن. ناس غريبه الوقت عندهم ملوش ثمن. الناس اللي انتوا شايفينهم دول تعبوا قلبي، انصحهم مفيش فايده، اكملوا القعده على القهوه طول النهار وسايبين شغلهم ومصالحهم وبيوتهم. خساره خساره طاقه الشباب تروح في لعب الطاوله والكوتشينه والشطرنج، خساره. انا بريزه نتعشى بيه. نعم اخويا بريزه. اشمعنى بريزه؟ ما ينفعش شيلين يعني؟ هيعمل ايه النهارده يا بيه الشيلين؟ انت بتذل نفسك ليه يا راجل انت؟ ما تروح تشوف لك شغلانه. تعبان يا بيه وليا ظروف. ظروف ايه يا حبيبي؟ ظروف ايه؟ ظروف ايه؟ ده بقاله هنا 5 سنين بيشحت. روح يا راجل انت، روح شوف لك شغلانه، روح. يلا. هنا بريزه نتعشى. دور سيف. نعم بريزه نتعشى. حاضر. بس كده. اتفضل هو. شفت؟ او لا واحد اهو شجعه واداله فلوس، هيشتغل ليه بقى ويتعب نفسه؟ لازم الناس تحل الوضع الغلط اللي هم بيشوفوه. المهم دلوقتي عايزين نحط النقط على الحروف في موضوع الجهري. بقول لكم ايه؟ ما تشيل بينا نقوم من هنا. انا سئ. التاكسي بتاعك فين يا حمودة؟ التاكسي نايم في الجراج. شكرا يا فيل. التاكسي نايم في الجراج. لازم اكلته زياده عن اللزوم. بقول لك ايه؟ قوم صحيه هنحتاجه من عينيا الاثنين تحت امركم. طب نشرب الشاي وبكره باذن الله هعرفكم الاماكن اللي بيبقى موجود فيها الجهري. ماشي ماشي. ما انا لقيتك نايمه يا حبيبتي. لا 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 جيجي، انا اخلص شغلي عشان ابقى فاضي للحفله بتاعت الليله. دي صفقه كبيره قوي ما انت عارفه. لا لا انا هخلص الشغل ومسافه السكه هتكون عندي. مع السلامه. باي باي. اهلا اهلا. اتفضل يا باشا افتح واتفرج. انا احب اتفرج لوحدي يا صفوت، ما انت عارفني. السفينه جاهزه يا باشا. ومن امتى ما كنتش جاهز معاك؟ شكله بيفرح في الشنطة بس يا صفوة. قولي الوفد الاقتصادي ده وراه منطقة كبيرة؟ أرنب ونص بس. إيه حاجة أكسرها. 12 بالظبط هتكون جاهز للاستقبال. وأنا هكون في انتظارهم على نار يا باشا. مش قوي كده، مع السلامة. العمارة دي مكتب الجمعي. العمارة دي؟ ماشي. افتكرتها يا حمودة؟ اه. اوعى تنسى. لا. حاجة انا عارفك لما بتجوع بتنسى. لا بإذن الله ربنا يوفقك. شكل العمارة بس. اتفضل اتفضل. هي دي الفيلا يا جماعة. هي دي؟ حمودة. اي حركات غريبه ولا شخصيات مريبه تشوفها تبلغنا على طول، انت سامع؟ حاضر. دي مهمه كبيره يا ابني، لازم نكون قدها، مفهوم؟ ربنا يقدرني، كله يهون عشان مصر تنطق. يلا بينا. يلا يا حمود. صباح الخير مالك؟ انا شاكه فيك، انت مستني حد؟ هستنى مين يعني؟ ما انا مستني سيد واحد. خير على الصبح؟ انت لحقت صحيت؟ انا ما نمتش خالص يا صفاء. خير في ايه خطيتك؟ ايه يا ابني في ايه؟ في ايه؟ ايه الخبر المهم بقى اللي انت قلت عليه ده؟ اتفضل اتفضل. ايه؟ اقرا. مطلوب سكرتيره لمكتب الجوهري للتصدير والاستيراد تجيد الانجليزيه. طب ده مهم في ايه يعني؟ السكرتيره دي تبقى مين؟ ايوه بس لازم تكون واحده نعرفها كويس قوي. ايه رايك تبقى صفاء؟ صفاء؟ لا بقى فهموني ايه بقى الحكايه؟ والله فكره بس اسمعوا، احنا لازم نكلم حموده دلوقتي حالا. طب يلا يا جماعه فهموني الحكايه ايه هي؟ امسك الجران ده. امسك الجران ده كويس. وانت ايه ده؟ حضرتك جاي عشان الامتحان، وظيفة السكرتيرة مكتب الجهري مين؟ مش كده؟ مش عارفة. لا أنا أعرف كل حاجة من غير ما حد يقول لي أي حاجة. الميعاد الساعة 10 مش كده؟ مظبوط يا فندم، بس إحنا آسفين جدا، هم عينوا واحدة تانية. خلاص؟ متشكرين. متشكرين أوي. ورحمة الله وبركاته.
حضرتك جاي عشان الامتحان. خلاص خلص خلص خلص. اللي اتقدر؟ امال لو حلو يا اختي كنت قلت ايه تاني؟ ايه اتاخرت ليه؟ يلا بينا. على فين يا احمد بس واخدني؟ مفاجأة بس تعالى. ايه المفاجأة يا اهلا يا احمد اهلا. اتفضل اتفضل يا سيدي اتفضل. اهلا وسهلا. شم ريحه قلبي. اقعد بس يا اخي الاول اقعد. اتفضل يا صاحبي. شكرا قوي. اتفضل. شكرا قوي. جيجي اهلا وسهلا. مدام الجهل اهلا وسهلا نورتي. اهلا يا روح. اهلا بيكي. اهلا بيك. سحر مراته طبعا اللي عامل لنا الغدا النهارده. ايه يا بنت؟ ايه الغدا ده؟ انت مسموع الاكل كده ليه؟ العزومه بجد ولا استنى بجد؟ استنى بس لما يجي محمد وصفاء. استنى هو فين صحيح محمد؟ اعتقد راح البيت بس. طبعا طبعا اصل احمد ما قاليش وبعدين فاجئني. ده انت نورتي يا هاني. شكرا قوي. عن اذنكم. هتلاقيه محمد ده يمكن. ما دام في غدا يبقى هو. كده هنا بيتك. تعالي صباح الخير. خش يا عم. زي الصح. السلام عليكم. اهلا. الله في ضيوف. اهلا وسهلا. اهلا اهلا اهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. زي الصح. ده بقى تالتنا. اهلا وسهلا. مدام جيجي. الله. مدام الجهري. جيجي؟ ايه الحلويات دي يا عم؟ في ايه؟ صفاء فين؟ صفاء يظهر هي اللي جايه بقى دي. ازيك يا مدام؟ زي الصح. اخبارك كويسه؟ الحمد لله. ايوه صفاء. ايه ده كله؟ مش هتنزل تعمل ايه؟ فوق حبيبتي. تعالي يا حبيبتي. السلام عليكم يا جماعه. وعليكم السلام. تعالي يا ماما. ازيك؟ ازيك عامل ايه؟ كويس. سوري يا جماعه. اتفضلي. صفاء خطيبة محمد. اهلا اهلا يا صفاء. جيجي مدام الجهري. اهلا وسهلا. شرفتينا مدام جيجي. متشكره قوي. انا سعيده جدا النهارده وسعيده ان انا في وسطيكم. انت من هنا ورايح اخت ليلى. انا النهارده اتولدت من جديد وحاسه اني اسعد انسانه في الدنيا وكمان اني بقالي اخوات. عملت ايه النهارده يا صفاء في الامتحان؟ الحمد لله. تقدروا تقولوا ان انا ناجحه؟ ايوه. وكمان تقولوا لي بسكرتيره الجهري بيه. برافو. هاي هي دي المفاجاه اللي انا قلت لك عليها. كده احنا قريبين من الجهري في المكتب وفي البيت. حضرتي العمده ابنك حيمي ده حدفني بستافندي. يرضيك يا يا حبيبي. انت جيت امتى؟ انا معايا ناس دلوقتي. اتاخرت كده ليه؟ ابدا انا كنت عند ماما النهارده وبعدين انت عارف يعني ماما مسكت فيا على الغدا وما اقدرش ازعلها. انما تقدري تزعليني انا. على العموم مش وقته دلوقتي. ابدا يا حبيبي. معقوله؟ طب ده انا محضره لك حته مفاجاه النهارده. انما ايه؟ تجنن. ايه هي؟ النهارده بقى لا في خروج ولا سهر بره البيت خالص. عارف ليه؟ لاني جبت لك حته فيلم فيديو يجنن من باريس. انما ايه؟ خطير وقلت لازم افرجك عليه. ايه رايك بقى؟ طول عمرك تعرفي تاكلي عقلي في ثانيه. ايه لسه زعلان مني؟ انا اقدر يا حياتي. طب اروح امشي الناس اللي في الصالون عشان افضلك يا حقي. يا رب. الحمد لله. يرضيك يا امدي. لا 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 عشان انتم لا 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 بمسح الازاز. ودينا حلوان وخش فيها 20 جنيه. 20 جنيه؟ 20 جنيه بس في ربع ساعة. طيارة على حلوان. صاروخ على حلوان. اركب. بص يا حبيبي دور جديد وبرضه هتتغلب. أنا اللي مش فايق بس يا سيد. مش فايق؟ طب العب العب. بس يا صاحبي. يا حبيبي روح اتمرن الاول وبعدين تعالى العبنا. ايه رايكم في اقل من ربع ساعه؟ برافو عليك. عاوز 20 جنيه؟ يا ريت.
ممكن التليفون؟ شكرا. طيب الو سيد. ايوه حموده. ايه حلوان؟ ايوه. بعدين لسه موجودين في الفيلا. طب اسمع يا حموده، اوعى عينيك تغفل عنهم. ها ايوه سمير باشا، كل شيء جاهز. الصفقه خرجت من الجمارك ووصلت المخازن تحت امرك على التوزيع على طول، بس المهم بقى تكون فلوسك جاهزه. لا انا ما بتعاملش بالشيكات، انا احب الكاش قوي. سلام عليكم. صفاء طمنتيني، ايه اخبارك؟ الحمد لله كويس. كمان انتم مكبرين المساله كده ليه؟ ده راجل جنتلمان ومشاريعه كتير ومهم جدا، ده بيعرف مسؤولين كبار. انا مش عارفه انتوا بتشكوا فيه ازاي. هي بقى كده؟ طب روح حضرين الغدا. اقوم النبي يا حبيبي، بس لحبيبتك ميته من الجوع علشان ارجع المكتب تاني. يعني انا اللي هحضر برضه الغدا؟ انا وانت يا حبيبي. طب اسبقيني انا هتكلم في التليفون. خلاص. انا سواق التاكسي اللي جاب البهوات هنا ونسوا الامانه دي في العربيه بتاعتي. طب هات. لا انا هديها لهم بنفسي. انت بس انت البهوات عشان اخد بينهم الحلاوه. انا اعرفهم. انت تعرفهم منين؟ انت مش بتقول انك وصلتهم وبس؟ ما انا عارف شكلهم. بقول لك ايه، انت هلوب انت بس. انت مين اللي بعتك هنا؟ احنا هنقل ادابنا بقى ولا هنقل ادابنا يعني؟ بقول لك البهوات ركبوا معايا ونسوا الشنطه دي، قلت اجيبها لهم عشان اجي اخد الحلاوه. في ايه الشنطه دي؟ انت هتغلبني ليه؟ بقول لك انت البهوات ياخدوا الشنطه ويدوني الحلاوه، يا اما اسلمها للبوليس والبوليس يديني الحلاوه. طب تعالى امشي. ايه مش ذوقي ليه يا خناقه ولا خناقه؟ الله الحق عليا يعني. اخلص امشي. ايه يا دعبس مالك يا العداء؟ يا جماعه بس بيقول كلام فارغ في كلام فارغ. هقول لسيادتك يا بيه. استنى انت شويه بس هقول لسيادتك. يا بيه انا سواق التاكسي اللي ركبوا معايا البهوات وجبتهم هنا فنسوا الامانه ديت معايا، قلت اجيبها لهم واجي اخد الحلاوه. في حاجه ديت يا بيه ولا في حاجه؟ لا مفيش حاجه. مش حاجه يا بيه. ما غلطتش اهو، ما غلطتش. خد الشنطه دي بتاعت البهوات يا بيه. هات شنطه ايه؟ انتوا يعني تعوزين الشنطه دي؟ ايوه. طب خد الشنطه. الشنطه ممكن بس سيبوني بقى.
الرخصات والمدريه. طب يلا بينا يا ابني احسن الدنيا تلجت. مالك يا حمود؟ في ايه اللي حصل؟ مش هم. مش هم مين؟ هم. هم؟ شوف لي حموده ده عشان انا خلقي مش فيا دلوقتي. تعالى تعالى يا ابني. انت دلوقتي قلت حاجتين. هم ومش هم. مين هم ومين مش هم؟ هم. كويس. مش هم. ما تجننيش على المسا. مين هم ومين مش هم؟ هم. كويس. مش هم. اتفهم معايا انا هضربه. بالراحه يا حموده. طيب الظاهر كان العلقه جامده. مين اللي مش هم؟ هم. ايوه طلعوا. مش هم. اللي هم مين؟ اللي ركبوا معايا. مش هم. تعالى يا حموده. يعني انت قصدك دلوقتي الناس اللي كنا بنتخانق معاهم دي عصابه تانيه خالص؟ مش هم اللي ركبوا معاك؟ الخناقه دي كلها يعني يا حبيبي يا حموده بموت فيه. طب متاكد من ايه؟ هو متاكد من ايه؟ انا عايز اعرف بس انت متاكد ازاي انهم مش هم؟ الراجل اللي ضربني بالشلول ماله؟ مش فيهم. مش فيهم اللي الله يخرب بيتك. كل الخناقه كل هم اللي مش هم. مش هم. تعالي بس تعالي بس. هو انت كل حاجه عندك فلوس؟ كل حاجه عندك فلوس. خد يا لوحس. يلا حبيبتي يلا بس على الوضع. لس اتفضلي طبعا عشرة. يلا بس يا بنت. يلا لوحس لسه. خدي لو 15 قومي يا بنت قومي. لسه بيت اهلك. قومي يا لوحس قومي بس معايا. تعالي حبيبتي تعالي ماما تعالي. 20 لسه. خدي او 25. خدي تعالي خدي بقى 30 تعالي. سائق تاكسي يكشف عن اكبر عصابه لتهريب المخدرات بطريق الصدفه بحلوان. مش معقول. هيا انور احضر لك الفطار. لا ماليش نفس رايح المكتب دلوقتي. يعني استناك على الغدا. مش عارف. يعني هتتاخر؟ ابقي كلميني انا مش فاضي دلوقتي. انا ماشي. حبيبي خلي بالك على نفسك. سائق تاكسي يكشف عن أكبر عصابة لتهريب المخدرات بطريق حلوان بالصدفة. كده كله تمام. تحركات الجوهري لازم نراقبها بمنتهى الدقة. كمان اللي داخلين واللي خارجين في البيت لازم نعرفهم كويس جدا. حموطة أعرف. حموطة أعرف رد فعل الخبر ده على الجوهري من صفاء. لا ومن جيجي بقى. تحب نستنى صفاء في البيت زمانها جاي؟ يا جماعه يا جماعه انا تعبان وخرقت امبارح ومش الشلوط اللي عمال افكر فيه عاوز انام. الله مفيش نوم يا حبيبي مفيش نوم. انت هتراقب مكتبه واحمد يراقب الفيلا وانا ومحمد هنستناكم في بيت صفاء. السلام عليكم. ازيك يا عم عبد الله؟ يسلمك. ايه صحتك؟ ازيك؟ ايه يا حبيبتي؟ في ايه؟ قلقت عليك قوي. قلقت ليه بس؟ احنا لسه جايين من مديريه الامن وكله تمام. سلام عليكم يا جماعه. وعليكم السلام. الله وبركاته. الاخبار الحلوه اللي في الجرايد دي. انت اخبارك ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله كل الموظفين ما لهمش سيره غير حكايه العصابه دي. والجهر قافل عليه مكتبه قاعد بيتكلم في التليفون. جيجي وحشتيني قوي. اتخضيت عليك قوي يا احمد. ازيك؟ ما تعرفيش مين دول يا صفاء؟ الناس اللي بيجوا له كتير قوي. على فكره يا جماعه احنا لازم نقرب من تحركات الجهري. احمد انت تعمل زياره لجيجي بكره الصبح في الفيلا بعد الجهري ما يخرج وتنفذ العمليه. ازاي؟ مش ممكن. لا ما تخافيش كل شيء ممكن. احنا فاهمين شغلنا. نفذ العمليه. اكون هناك الساعه 10 بالظبط. بالظبط. محمد انت تروح مع صفاء مكتب الجهري وتنفذ العمليه قبل الجهري ما يوصل. يبقى 9. طيب بقول لكم ايه؟ انا بقى هبقى فين؟ عند المكتب ولا عند الفيلا؟ ولا اقول لكم؟ هروح اكل. استنى هنا. بس يا اخي انت هتكون عند المكتب وانا معاك. حاضر يا فندم. اتفضل يا محمد.
اتنين شاي سعيد. حاضر يا فندم. قربي لي التليفون شويه. ايوه سيد، الصوت واضح كده؟ طيب قوام يلا يا محمد. تمام. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. محمد خطيب. اهلا وسهلا. اهلا يا باشا، ازي سيد؟ اهلا اهلا، مبروك يا عريس. الله يبارك فيك يا فندم. وناوي امتى ان شاء الله؟ الخميس الجاي ان شاء الله، ويا ريت سعادتك تشرفنا. ربنا يتمم بخير. الله يخليك يا فندم. عن اذنك. اتفضل يا سعادة البيت. شوف قد ايه راجل جنتلمان. المهم حبيبتي دلوقتي انا هنزل، انت مش عايزه حاجه؟ لا، خد بالك من نفسك. انت اللي خدي بالك من نفسك. باي باي. الجوهري ده دبلوماسي بشكل. مش هو كده يا ابو حميد، دي سياسه. هي لازم يبقى في عيون الناس كلها جنتلمان. المهم كله تمام يا ابو سيد؟ تمام. الو يا ابني، كميه قليله. انا انور الجوهري، يعني مش تلميذ. الكميه لازم تكون كبيره. كميه ايه القليله لو لازم تزيد؟ يمكن اي سلع بيشتريها ولا حاجه. مش لازم ممنوعات يا سيد. سوء الظن برضه من حسن الفطن. اتفضلوا. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. مين حضرتك؟ انا بتاع التليفونات يا رب. بتاع التليفونات يا هاني. طيب يا علي، خليه يشوف التليفون بتاع السلام بيخروش ليه. اهلا يا باشمهندس، روح انت يا علي. اتفضل. ده تليفون السلام عطلان بقاله يجي ايه. لا يا احمد، خلي الشوك الاول وبعدين نتكلم. احمد، تعرف ان جي اول مره في حياتي بحس فيها ان انا ست. احبك قوي جيجي. وانا كمان يا احمد. خبر ابيض. ايه؟ زمان سيد ومحمد مستنيين دلوقتي برا الفيلا. بصي انا هجرب التليفون وبعدين تتكلمي الجوهري. حاضر. ايه سيد، سامعني؟ اوكي اوكي، كلمة الجوهري. الو. اهلا يا حبيبي، انا قلت اطمن عليك. ميرسي يا حياتي، انا كويس. اصلي نازله البلد شويه اشتري شويه حاجات، ويمكن اعدي عليك في المكتب. طيب يا حبيبي، لو جيتي وكنت انا نزلت استنيني لما ارجع. باي باي. باي باي. يلا عشان السفرج ما يحسش بحاجه. يلا. هتوحشني قوي يا احمد. وانت كمان يا حبيبي. هتكلميني؟ هكلمك. يلا. في اي خدمه تانية يا استاذ؟ مساء الخير يا صفاء. اهلا. مساء النور. سعاده البيه نزل وزمانه جاي. اتفضل. متشكره قوي. هي صفاء مبسوطه؟ أنا الحمد لله. أخبارك إيه بقى؟ على فكرة فرح الأسبوع اللي جاي، ولازم تشرفينا أنت بسعادة البيت. معقولة؟ ألف مبروك يا صفاء. الله يبارك فيك. اتأخرت عليكي؟ لا أبدا يا حبيبي، دي صفاء قامت بالواجب والزيادة، دي بنت ظريفة خالص. شكرا يا صفاء. ميرسي يا فندم. على فكرة يا أنور، صفاء فرحها الخميس الجاي وعازمينا، ويا ريت يكون عندك وقت فاضي عشان نروح مع بعض. والله أنا لسه مش عارف ظروفي، بس انت بقى تقدري تروحي وتاخدينها هديه ظريفه. دلوقتي بقى نروح، احسن انا تعبان قوي النهارده. طب يا انور، صفاء الف مبروك. الله يبارك فيك. باذن الله هحضر الفرح ان شاء الله. بكره تفوتي على الخزنه تصرفي شهر مكافاه هديه جوازك من الشركه. والف مبروك يا بنتي. الله يبارك فيك يا فندم، متشكره قوي. يلا يلا. باي باي يا صفاء. باي باي.
ايه ده بنت خبريه مالك حلو جميل نواحس نواحس ايه يا مجنون الله طبحات النبي رؤوسي الراسه بتاعت امبارح وفيها خمسايه ايه عيونك يا مفارقنا اشتقنا لعيونك والله اشتقنا وحياة عيونك يا مفارقنا اشتقنا لعيونك بوجودك يا ابو سمرة يا سهر بالليل شفتنا؟ شافنا؟ اصل نواحظ قامت تتهز شويه، اصل تعبت من القعده. يا معلم ده كلام انا بتكسر. طب ما يا ريت بقى شويه دول تعملهم لنا يوم الخميس الجاي. ليه؟ عندك عسكري هيتجوز. لا بتكلم جد، محمد وصفاء فرحهم يوم الخميس الجاي وعايزين نعمل لهم قعده حلوه كده. احنا حوالي مالك؟ انت بالواجب يابا. وانت ابن اصول برضه يا سي احمد، عينيا. احنا ولاد بلد وجدعان. وما تفوتناش العيبه دي تحت امرك حبيبي ربنا يخليك لينا بابا ويخليك ليا يا حضره الظابط امال على فكره بقول ايه ما تقومي تتهز على واحد شويه عشان المتعاهد يشوفك اغسل انا اعرف الواد ده بيحترمني قوي افراح تقول قسم يا المزمار وقول دقت لي افراح تقول الحب رجعت ايام وان كان على عازل وكلام الحب رجعت ايام وان كان على عازل وكلام ما يهمش عازل وعزول خلي اللي يقول يقول
الافراح تقول خليل يقول يقول خليل يقول يقول خليل يقول يقول الليلة نجيب الافراح الليلة الليلة وقلوبنا تملاها سماح الليلة 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 نجيب الافراح الليلة الليلة وقلوبنا تملاها سماح الليلة الليلة ونرش الورد بحنية عالناس الرايحة والجاية ونرش الورد بحنية عالناس الرايحة والجاية ونلاقي البدر ونتغزل والعز احسن له يعزل ونلاقي البدر ونتغزل والعز احسن له يعزل ويبقى مشغول دقت لي الافراح تقول خليلي يقول يقول خليلي يقول يقول خليلي يقول يقول بس يا المزمار كتير الليله الليله بالفرح قلوبنا حطير الليلة الليلة قسم يا المزمار كتير الليلة الليلة بالفرحة قلوبنا حطير الليلة الليلة أحبابنا داير ما يدور والعين ما تشوف إلا النور أحبابنا داير ما يدور والعين ما تشوف إلا النور وتلاقي البدر وتتغزل والعز أحسن له يعزل وتلاقي البدر وتتغزل والعز أحسن له يعزل ويبقى مشغول خليلي يقول يقول خليلي يقول يقول خليلي يقول يقول قسم يا المزمار وقول دقت لي الافراح تقول خليلي يقول يقول خليلي يقول يقول خليلي يقول يقول ايوه يا سيد مبروك يا سيدي لمحمد معلش والله انا ما كنتش فاضي بس احب يكون الورد وصل لكم يعني لا لا ده واجب ده واجب يا راجل ايه خير بقى كده يعني طيب عموما انا هكون معاكم في الوقت المناسب ربنا معاكم مع السلامة مع الف سلامة يا روح قلبي سأخير يا حبيبي انا بقى كابس عليا النوم ايه يا حبيبتي سرحه في ايه ابدا بفكر في محمد وسيد واحمد ناس على قد حالهم خالص يا حبيبي فقراء يعني طب البلد كلها ناس غلابه ولا يهمك يا ريت يا انور يا حبيبي نقدر نساعدهم بس بطريقة غير مباشرة على العموم انا ما عنديش مانع بعدين هفكر في موضوعنا انا كابس علي نوم دلوقتي يلا حبيبتي انا عطيك لغاية دلوقتي 30 جنيه تقولي 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 ده ايه ده ده ايه ده عملتها يا ساتر احمد ابني ضربتها قلم وعطتني 30 جنيه عشان تعرف قيمه المرحومه المرحومه انا ماتت يا ابني ما تروح لها اعرفك خلصنا الله طبعا اذنك بقى ادخل اديها التاني واخد الخمسه يوه
هي دي الفيلا؟ اه هي دي. ده انا متاكد كمان ورحمه جد حسن هي ومعلمها بالستاره دي. انت يا ابني انت يا حموده انت فعلا متاكد ولا هتدبسنا زي المره اللي فاتت؟ مسطره الليل انت ايه؟ صح 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 اللي اتلسع من الشوربه ينفخ في الزبادي. يلا يلا. اسود يا نهار اسود ده خراب بيوت ده. اسمع لو حد جاب سيرتي يموت في قلب السجن انت فاهم؟ يا الله ايه في ايه مالك؟ اسكتي اتخرب بيتي انا مش حمل ده ابدا. 50 مليون جنيه في يومين إيه؟ مش ممكن يا عالم مش ممكن مش ممكن انا هتجنن. يا عمر اهدى اهدى. خبطتين ورا بعض قسموا وسطه. احنا وراكوا الزمن طويل يا جوهري. طيب يا جوهري طيب طيب يا جوهري طيب. غنيها ابو حميد غنيها. طيب يا جوهري طيب. الله اقول لك ايه انت بتتأسس ليه؟ خد أسس يا اخي خد أسس. ايه الحكايه انت هنا ليه؟ مش مجانا؟ صباح الخير يا فندم. اهو صباحه خلاص هيجي منين الخير؟ اسمعني مش عايز حد يحطمني فانا ايه يا صفاء مالك في ايه؟ مفيش كنت خايف عليك بس. ايه مالك؟ وبعدين انا اول مره اشوف الجوهر بيتكلمني بالشكل ده. ولا يهمك ما تخافيش يا حبيبتي ما تخافيش. المهم هو حالته عامله ايه دلوقتي؟ زي الطول انا اول مره اشوفه هيك بالشكل ده. حد عندك يا صفاء؟ ده محمد جوزي يا سعدي. محمد بيشتغل ضابط في القوات الخاصه. وليه لا؟ مش عايزة تهون يا جوهري. ده كارت أخير جالك من السماء لازم تستغله كويس بس تكون حذر. أنا عمري ما عرفت الخوف أبدا. الو ايوه صفاء ها في حد سال عليا؟ كويس شوفي بقى اي حد يسال عليا انا مشغول فيما عدا التليفونات بتاعت الخارج اللي قلت لك عليها. ايوه كويس قوي. قولي لي جوزك عندك؟ كويس قوي فرصه تسالوا مع بعض. باي باي يا صفاء. سلام. اهلا يا جيجي كويس اللي جيتي اهي فرصة عشان نتكلم مع بعض شوية. قررت تسافر مش كده؟ فكرت مش قررت. ما تفرقش يا قمر. لا تفرق كتير قوي لان انا لو قررت كنت سافرت وخلاص. برضو ما تفرقش يا قمر لانك قررت. يا ستي بقولك ما قررتش عشان ما تفهمنيش غلط. انا عايز اقعد معاكي واتكلم بصراحة.
يا ريت يا قمر، يا ريت. انا نفسي من زمان تقعد معايا وتقول. ما انت عارفه الازمه اللي بمر بيها من يومين، ده انا خسرت 50 مليون جنيه في لحظه. الفلوس بتروح وتيجي، لكن الانسان اذا راح ما بيرجعش، والتجاره مكسب وخساره، مش ده كلامك يا قمر؟ بالنسبه لي الخساره دلوقتي ما تتعوضش ابدا. بالعكس، ما تحاول من تاني، اكيد في سبب الخساره دي. مش يمكن يا انور لانك ما بتطلعش حاجه للناس الغلابه تزكي يعني؟ ليه ما تعملش زي سيد واحمد ومحمد، تعمل مشاريع تخدم بلدنا؟ انا مش ممكن اكون زي واحد من دول، انا حاجه تانيه. انا عارفه انك حاجه تانيه، لكن ليه ما نحاولش نخدم بلدنا؟ يا جيجي انا لو سافرت هسافر اصفي كل اعمالي في الخارج واجي اعيش هنا بقيت عمري. حبيبتي ما تخافيش، انا ما استغناش عنك ابدا. الو، ايوه صفاء، ايه قولي لي الاخبار. لندن وباريس كويس قوي. طب هات التريكسات وتعالى، ما فيهاش حاجه نتغدى سوا. برافو عليك يا محمد، ربنا معاك. على فكره سيد الراجل ده مش سهل، انا خايف يضحك على محمد. ما تخافش يا كابتن احمد، احنا موجودين هنا عشان كده، واي حاجه هتحصل هيعرفها. قال ايه؟ حلاوتك حموده، حلاوتك. بس انا خايفه بقى يا محمد. خايفه من ايه يا حبيبتي؟ احنا معزومين على الغدا عند جيجي، هما هياكلونا، وبعدين الجماعه واقفين على الباب بره، ما تخافيش. اللي تشوفه بقى. طب ايه رايك؟ ما تجيبي واحده كده قبل الغدا عشان نفسي تتفتح. ده انت رايق قوي، واحنا لسه اتغدينا. قصدك نحل يعني؟ ماشي. جيجي. ايوه. اعملي حساب اتنين معانا على الغدا النهارده. حاضر يا انور. عن اذنك. اهلا يا صفاء. اهلا وسهلا يا جيجي. اهلا بي. اهلا يا عريس. اهلا يا جيجي. اتفضل. اتفضل يا صفاء. ميرسي. امال الباشا فين ان شاء الله؟ جاي حالا. اهلا اهلا وسهلا. اهلا يا سعاده البيت. ازيك يا باشا؟ اتفضل يا صفاء. اتفضل. اهلا. اتفضل. انتوا ما بقيتوش غرب. وريني كده صفاء. اتفضل يا سعاده البيت. على فكره يا جيجي كلامك معايا اثر فيا قوي. يا جماعة انتوا ما تعرفوش انا سعيد بمعرفتكم قد ايه. خير يا فندم، التليكس فيه اخبار كويسة ان شاء الله؟ معرفتي بيكم هي اللي كويسة، انا بحب اعرف الشباب المكافح، وجيجي كلمتني عن بعض افكاركم. يعني انا اتبسطت قوي قوي باللي انتوا عاملينه، وانا برغم فرق السن بيني وبينكم احب اشارككم. احكي لي يا محمد، قول لي افكاركم ايه ونفسك في ايه؟ نفسي بلدنا تبقى اعظم بلد في الدنيا. نفسي انا ومراتي نعيش حياه كريمه ما نحتاجش فيها لاكتر من اللي يكفينا، والناس تساعد بعض، يعني اللي معاه يدي المحتاج، ولا ايه يا جيجي؟ صح يا صفاء، صح كلام صفاء مظبوط يا انور. يعني بيت صفاء مثلا. ايوه، ما هي جيجي حكيتي على الحكايه دي، بس انا مندهش ازاي هتقدروا تبدوا العماره بمجهود ذاتي، ولا تاخدوا خليوي ولا مقدم، دي مساله صعبه خالص. بالعكس يا باشا، دي مساله سهله خالص، ممكن كل ساكن يبني شقته بنفسه واحنا نكتبها له تمليك. طب وانتوا تبقوا استفدتوا ايه؟ لا يا سعاده البيه، ده احنا استفدنا كتير قوي، على الاقل خالص 20 ساكن ما ترموش في الشارع، وكمان يبقى لنا عماره، وكمان يبقى لنا فيها شقه. برافو يا صفاء، والله فكره جميله جدا. وكمان سيد زميلي في الشغل ورث عماره عن والده، مراته دكتوره، هيفتح الدور الارضي كله دار حضانه لامهات العاملات، وكمان مركز طبي، كل الدكاتره اللي شغالين فيه متطوعين. ما هو لو كل واحد ساعد وساهم بامكانياته مصر هتبقى أعظم دولة في العالم زي ما كانت أيام أجدادنا. برافو عليك يا محمد. إنما أنت بتاخد مرتب كام من شغلك؟ في الحقيقة باخد 200 جنيه غير البدلات. وبيكفوك؟ الحمد لله. وحضرتك عارف بقى صفاء بتاخد كام؟ أيوه، بس أنا لازم أشوف الرسومات بتاع المشروع اللي بيعمله صاحبك ده، يمكن أقدر أساهم فيه. ده يبقى كرم كبير قوي من سعادتك يا باشا. بالعكس يا محمد، أنا من زمان نفسي أقابل شباب زيكم قلبهم على البلد. مش قلت لك انك لازم تتعرف عليهم؟ دول مجموعه لازم تتعرف عليهم وعلى افكارهم. هو في الحقيقه حضرتك بتبالغي شويه يا مدام شيش. بالعكس، ده اقل وصف، انتوا فعلا شباب يفرح. خلاص يا محمد،
انا عايزك تبقى تعدي عليا عشان نقعد نتكلم مع بعض بعيد عن الستات، احسن الستات لما بيشوفوا رجاله بيتكلموا بيغيروا. ايوه عموما انا تحت امر سعادتك في اي وقت. خلاص يا صفاء، وعشان تعرفوا ان انا مش اقل وطنيه منكم، انا قررت اني اتبرع بمليون جنيه لسداد ديون مصر. فاضي يا اسطى؟ لا مش فاضي. بطل هزار بطل هزار. يلا يا اخويا يلا يلا اطلع يلا اركب. السلام عبد الله. ازيك يا بابا؟ الله يسلمك. انت وعامل ايه؟ الحمد لله. يلا تعالوا نخش احنا جوه. يلا عاملين ايه يا صفاء؟ الراجل ده عجيب جدا. نفسي اعرف بيفكر في ايه. لازم نعرف بقى، لازم نعرف. ازاي بس يا سيد؟ يا اخي انت مش بتقول انه عايز يقابلنا؟ خلاص. وهو اول ما هيقابلنا هيقول لنا؟ لا يا سيدي، لازم يرتاح لنا الاول ويحس بالامان من ناحيتنا. الراجل هيدفع مليون جنيه. ممكن تكون لعبه كبيره عايز يغرينا بيها. معقول يا سيد؟ هيستفيد مننا ايه؟ انا عارف بقى يا اخي، انا عارف. مجاز المره دي عايز يتوب يا جماعه. انت اللي بتقول كده يا احمد. النوع ده من الناس عامل زي سمك القرش، جعان بياكل شبعان بياكل. على العموم لما نقابله بكره نشوف هو عايز ايه. القهوه يا صفاء. الو. ايوه يا فندم، انا سيد. ايوه انا عايزكم تخلوا بالكم من نفسكم، واي وقت احنا موجودين ساعه اللزوم، وابقى اتصل بيا اول باول. شكرا، مع السلامه. ايه انور يا حبيبي، مش خايف تاخد برد؟ بالعكس، انا حاسس النهارده ان انا اتولدت من جديد وانت السبب. لاحظت ده عليك النهارده، انك مبسوط قوي من ساعه ما كانت صفاء عندنا على الغداء هي ومحمد. يا سلام، طول عمرك لماحه. طول عمرك فهماني. بس دلوقتي بقى انا مش فاهماك يا حبيبتي. انت عارفه انا بحبك قد ايه وبتفائل بيكي قد ايه. انت ورا كل نجاحي ده، عشان كده انا حضرت لك مفاجاه جميله جدا. عارفه ايه هي؟ لا يا انور مش عارفه. انا كتبت لك المكتب والفيلا باسمك. تبقى قررت انك تسافر. يا سلام، طول عمرك ذكيه، وده من الحاجات اللي بتعجبني فيكي. انا قلت لما قعدت انت النهارده مع محمد وصفاء غيرت رايك. حبيبتي ما هو انا هسافر بره، هصفي كل حساباتي، وبعدين احول كل فلوسي على مصر، واعمل مشروع استثماري كبير افيد بيه بلدي واولاد بلدي. لو كان ده حقيقي يا انور، ليه كتبت لي المكتب والفيلا باسمي؟ حياة قلبي، افرضي ان انا لا قدر الله حصل لي حادثه ولا مت وانا بره. لا بس اسيبك انت واخواتك كده هو من غير اي حاجه تعيشك عيشه محترمه. يعني هتسافر امتى؟ قريب قوي، بس الاول انا عامل مفاجاه هايله للشبان العظام دول عشان يفتكروني بالخير وانا بره، ولما ارجع مصر الاقي ناس حلوين يحبوني ويسالوا عليا. انت عارف يا جيجي انا طبعي الوفاء. معلش انا واحس ما هي الدنيا كده. انا يعني بقول انك تصبري عليها شويه. انا التجاره معايا شويه اليومين دول والفلوس خلصت، وان شاء الله مبلغ كويس قوي هيجيلي بعد 6 اشهر. اخسى عليك، ما تقولش كده يا عارفة. هو في بينا وبين بعض حساب؟ بص بقى يا حبيبي، لما يجيلك فلوس وبعد 6 اشهر تبقى تيجي تاخدني عند بابا. عن اذنك. نواحس نواحس. أنا اللي غلطان، اتجوزت بنت قد ولادي.
شيجي رجعنا للشوق والحب، رجعنا لبعض من تاني. كانت ايام يا احمد، ما انت عارف الجوهري حطتني في سجن. اتغربت وصورتك في عينيا، وقربت وسلامك في ايديا. جيجي اوعي في يوم تلاقيني وفجأة تسيبيني، ما بقاش في قلبي يوم واحد انتظار. توعديني؟ وعدك يا احمد في قلبي ما نسيتوش، ومش ممكن انساه ابدا يا حبيبي. خلاص يا حبيبتي، ننسى اللي كان ونشبع ونعوض ايامنا حب وترحال. وبيكي انتي عمري ما هبقى رحال. رحال 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 رحال. طالع والحب زادي وزواد الحنين، ومسافر في الليالي ومبحر في السنين. طالع والحب زادي وزواد الحنين، ومسافر في الليالي ومبحر في السنين. وراجع يا حبيبتي راجع، راجع يا حبيبتي راجع لعنيك الطيبين، لعنيك
مشاريع هايلة جدا، وأنا بحييكم عليها. أنا كمان كنت اتكلمت مع جيجي في فكرة في دماغي كده، أحب أخد رأيكم فيها بما إننا بقينا أصحاب. مش إحنا بقينا أصحاب ولا إيه؟ طبعا يا باشا، ده عيش وملح برضه. أنا نويت أصفي كل أعمالي في الخارج وأحول ثروتي لمصر وأعمل مشروع استثماري كبير أحط فيه كل رأس مالي. فكرة هايلة أوي يا أنور بيه. أيوه يا باشا، بس ده محتاج ترتيب كبير يعني. كل الترتيبات معمولة والحمد لله، بس أنا هغيب في السفرية دي ما بين أسبوع وعشر أيام. هو في مشكلة في سفر ساعات؟ لا 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 لا، مفيش مشاكل أبدا أبدا. أنا بس يعني إزاي هسيب جيجي لوحدها المدة دي كلها؟ لا يا باشا، متهيألي مشروع زي ده لازم محتاج شوية تضحيات يعني. أنا مستعد أضحي، بس هسيب جيجي لوحدها والمكتب مفيش حد؟ من الناحية دي اطمن خالص يا باشا، ممكن صفاء تبقى مع جيجي هنا في المكتب لحد ما سعادتك تيجي بالسلامة. هو ده العشم برضه. وأنا عايز أقول لكم على حاجة كمان، أنا عامل ترتيب إني أسيب لصفاء حساب مفتوح، أي واحد منكم يحتاج فلوس ياخد المبلغ اللي هو عاوزه، ولما أرجع نبقى نتحاسب إن شاء الله، لأنكم فتحتوا عينيا على حاجات كتير ما كنتش شايفها. إحنا متشكرين قوي يا جوهري بيه، الحقيقة ده شعور طيب قوي يعني. إحنا مش عايزين الحكاية تبقى مجرد شعور، إحنا عايزين يبقى عمل عشان أثبت لكم مش أقل منكم حب مصر. الحقوني الحقوني. ايه ايه في ايه يا حمود؟ مكالمه التليفون اللي جات له. ايه مالها؟ فيها ايه اللي حصل؟ واحد اتصل بيه وقال له الولاد اللي في النيابه قرروا يعترفوا ولازم تسيب مصر فورا، محجوز لك تذكره بعد ساعه ولازم تكون في المطار. كان متوقعها قبل ما تحصل. انا قلت لكم الراجل ده مش سهل. والعمل يعني هنسيبه يهرب؟ نسيب مين؟ ده احنا هنطلع عينه. يلا بينا. يلا كاب. الو، اهلا يا محمد، ازيك؟ ها طمني، حجزت التذاكر بكره الصبح؟ متشكر قوي قوي قوي. هتجيبهم لي امتى؟ طيب انا شاكر قوي قوي. مش معقول يا محمد اللي بتعملوه ده، انا سعيد جدا، بس الحقيقه انتوا اثبتوا انكم شباب عظيم جدا. متشكر قوي قوي، مع الف سلامه يا محمد، مع السلامه. ده محمد جوز صفاء. هيقولي هو واحمد وهيفوتوا عليا ووصلوني المطار. وهتتاخر؟ ما احنا اتفقنا بقى خلاص. بقولك ايه، انا هجيب لك فنجان شاي انما هيظبط دماغك. تمام، استني استني. اتفضلي الشاي. روح قلبي. ألف هنا وشفا يا حبيبي يا أنور. وليه تعبت نفسك؟ لا تعبت، راح أروح أنا أوضب الشنطة على تشرب الشاي.
نمتي؟ الحمد لله. معلش انا متاسف قوي قوي، كان لازم اسيب البلد بهدوء من غير ما حد يمنعني، حتى انت انا عارف انك هتزعلي قوي قوي لما تصحي، لكن معلش مفيش وقت اشرح لك دلوقتي. باي باي يا حبيبتي. باي. اهلا يا شباب، مفاجأة هايلة. أنا ما أقدرش أنكر ذكائكم، إنما أنتوا كمان لازم تعترفوا بذكائي، مش كده ولا إيه؟ اللعبة انتهت يا باشا. ما بلاش تسرع، أصلي ما أحبوش، ده أنتوا قدامكم فرصة العمر. فرصة العمر إننا نسلمك للعدالة يا باشا. ناصح يا واد، تسلمني للعدالة وأسلمك جيجي، مش كده؟ مش ده موضوعنا يا باشا. استنى يا حمودة. فرصة إيه يا باشا اللي أنت عايز تديها لي؟ هايل يا محمد، انت عملي واضح، عشان كده انا هكون واضح معاك. انا مسافر دلوقتي فعلا، وممكن لو اتفقنا ادي لكل واحد منكم 1,000,000 جنيه ومحدش يبقى شافني ابدا. قلتوا ايه؟